السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الليمون الأصفر في المنام. قطف الليمون الأصفر من الشجر في المنام تدل على المال والرزق والخير. شراء الليمون الأصفر في المنام يدل على الأموال والأرباح. أما إذا قام الحالم بأخذ الليمون الأصفر من شخص آخر في منامه فأن الرؤية تشير إلى الندم الذي يشعر به حيال أمر ما أو عمل قام به. تشير هذه الرؤية إلى خلافات ونزاعات وخصام مع شخص مقرب أو صديق، وتشير إلى أن الحالم سيقوم بمعاتبته ولوم شخص آخر ولا سوء التفاهم الحاصل بينهما. من رأى في منامه شجرة الليمون الأصفر فإن هذه الرؤية تدل على القوة والسند والدعم وعلى وجود رجل صالح وأخلاقه حميدة بقرب الحالم، كما تدل الرؤية على السخاء والعطاء والكرم والجود. وتشير الرؤية أيضا إلى قدرة الحالم على الصبر وعلى تحمله للمسؤوليات الكبيرة وقدرته على حل المشاكل ومواجهتها وإلى السلام الداخلي. يرمز أكل الليمون الأصفر في المنام إلى كثرة الملامة والعتابات وإلى خيبات الأمل المتكررة والخزلان. وعندما ترى الفتاة العزباء في منامها الليمون الأصفر فإن الرؤية تدل على الغيرة والحسد والعين وعلى القلق والخوف والتوتر النفسي والهم الذي ينتاب الحالمة. رؤية أكل الليمون الأصفر في منام العزباء وكان حلو المذاق بشرى لها باقتراب الفرح والسرور والسعادة والبهجة إلى حياة الحالمة. وإذا قطفت العزباء الليمون الأصفر السليم من على الشجر فالرؤية إشارة لها للحصول على المال والرزق والخير. إذا رأت المتزوجة في منامها الليمون الأصفر الرؤية ترمز إلى كثرة المشاغل والمسؤوليات والالتزامات والأعباء الملقاة على عاتقها. أما إذا أكلت المرأة المتزوجة الليمون الأصفر الحلو في المنام فإن الرؤية تشير إلى الفرح والسرور والسعادة، وتشير أيضا إلى الأحداث السعيدة وإلى الصحة والعافية وإلى الحمل. وإذا أكلت المرأة المتزوجة الليمون الأصفر الحامض فتشير الرؤية إلى الحمل والإنجاب وإلى شعورها الدائم بالهم والحزن والضيق. رؤية الحامل الليمون الأصفر في المنام ترمز إلى الإرهاق والجهد والعناء. وعندما ترى المرأة المطلقة أو الأرملة في منامها الليمون الأصفر فإن الرؤية تدل على التعب والضيق، وتدل أيضا على استرجاعها للذكريات الأليمة وعلى عدم شعورها بالرضا والأمان والراحة والطمأنينة. وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.